وللحديث أكثر عن مطالبات الأمم المتحدة للدول الأوروبية بتعديل قوانينها لقبول أوسع للمهاجرين واللاجئين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل الناشط الحقوقي المتخصص في شؤون اللاجئين السيد سامي عبد المنعم. مرحبا بك معنا. مرحبا بك. لا تتوقف معاناة المهاجرين مع فتح الملف منذ سنوات في ظل انتهاكات حرس الحدود الأوروبية، ما مدى قانونية التعامل الخشن لحرس الحدود مع المهاجرين؟ أولا تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو موضوع اللاجئين طبعا مسألة حساسة، يعني ما ينفعش إن احنا ناخدها من أو نناقشها فقط من وجهة نظر الأمم المتحدة كشأن حقوق لاجئين، لأن المسألة لها أبعاد سياسية واقتصادية بخلاف بعدها الإنساني. التعامل الفظ طبعا من خلال حرس الحدود على الحدود الأوروبية هو تعامل غير مسؤول، وبتتنصل منه الحكومات في لحظات كتير لما بيتم الضغط عليها من قبل الناشطين، من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، من قبل الأمم المتحدة والعاملين على ذلك. تم رصد طبعا عديد من الانتهاكات من قبل حرس الحدود، لكن المسألة لها بعد أعمق من كده، وهو التصرفات أو الأبعاد الاقتصادية والسياسات والتدخل من الدول الغربية في شؤون الدول اللي بتتسبب يعني النزاعات السياسية والنزاعات الحروب فيها لنزوح مثل هؤلاء اللاجئين للبحث عن أماكن آمنة ومناطق للعيش فيها بأمان وسلام. ودي نقطة مهمة، يعني كان لابد أن يتم البث فيها والحديث عنها بشكل أعمق وأوسع من قبل الدول الأوروبية اللي بتحاول أن هي تبني حدود أو تضع تشدد على الحدود بتاعتها وتبحث عن حلول بديلة لدفع اللاجئين خارج حدودها. لكن على الدول الغربية طبعا ان هي تنظر في البداية لأسباب نشوب حروب وأسباب نشوب نزاعات سياسية تتسبب بالتالي لموجات من نزوح اللاجئين باتجاه الدول الغربية. نعم، هناك دعوات أممية لإصلاح نظام اللجوء بأوروبا لضمان حماية اللاجئين، هل ترى أن أوروبا يمكن أن تخطو بهذا الاتجاه، باتجاه يعني القيام بإصلاحات ما؟ بالفعل هو مسألة اللاجئين خاصة بالنسبة للقوميين الأوروبيين هي يعني مسألة مؤرقة، بينادي كتير من القوميين الأوروبيين من وقت طويل بوقف عملية نزوح اللاجئين بما بترتب عليه من تغير ديموغرافي في الأجواء الغربية هنا، فقدان الأوروبيين القوميين لهويتهم بسبب نزوح أعداد كبيرة جدا من اللاجئين بما يحملون من ثقافات وبيحملون من يعني خلفيات مختلفة بتهدد وجودهم، خاصة إن أوروبا يعني قارة عجوزة لها خصائص وسمات مختلفة. السياسات الأوروبية حاليا يعني بين فكي الراحة، لأن في مشكلة كبيرة، في نقص كبير في العمالة الماهرة موجودة في أوروبا. السياسيين الغربيين عاجزين إن هم يوفروا بدائل، في نفس الوقت في موجات من النزوح. أوروبا بتحاول في الوقت الحالي إن هي يعني توفق أوضاعها بالنسبة للقوانين بحيث إن هي تستقبل لاجئين كفء يستطيع دمجهم داخل المجتمع الغربي بسهولة، وفي نفس الوقت يستطيعوا تغطية العجز الموجود في سوق العمل الأوروبي اللي في السنين الأخيرة بدأ يظهر بشكل ملحوظ. بدأت بعض الدول الغربية زي بلجيكا زي ألمانيا بالإسراع في عملية تعديل القوانين بحيث إن هي تقدر تستقبل اللاجئين، يتم الإسراع في البت في ملفات اللاجئين على عكس اللي بيتم الآن، بإن
ملفات اللاجئين بتاخد وقت طويل جدا، بيتم البث ممكن في حالات كتير بيكون الأشخاص بياخدوا رفض في وقت إن هم ممكن يكونوا صالحين نافعين للمجتمع. سيتم النظر أو بيتم تدارس تبديل القوانين بحيث شروط اللجوء يتم تعديلها نعم تكون أسهل وأقصر في الوقت. نعم، إذن هي ليست مشكلة بعض الدول فقط، هي مشكلة عالمية كما تعرفون أستاذ سامي، وبالتالي يجب على جميع الدول أن تشترك في حلها، سواء بالمساهمة في تقليل الحروب والمشكلات التي تحدث في العالم الثالث وفي الشرق الأوسط على سبيل المثال، أو من خلال فتح الأبواب للاجئين الهاربين من الموت. والله يا أخي أنا كناشط حقوقي، يعني مسألة نزاعات وتأسيس الحروب هي صناعة الحروب، يعني إحنا لابد إن إحنا نسمي الأمور بمسمياتها. نعم. هناك صناعة اسمها صناعة الحروب يتم تأسيسها وتدويرها لتحقيق مصالح بعض الناس على حساب الضعفاء من اللي بيدفعوا ثمن الحروب وهم الشعوب. نعم. لكن للأسف هذه صناعة لإيقافها وإيقاف هذه الدائرة، يعني أنسب شيء هي دائرة قذرة، ناس بتدير هذه الصناعة بشكل معروف وبشكل ملحوظ لسنوات طويلة لن تتوقف إلا إلى أن تستيقظ الشعوب وتعي أن هناك من يسوقها ويدفعها في هذا الاتجاه. نعم. لابد للشعوب أن تعي وأن تستيقظ وأن يعني تبحث عن حقوقها بشكل أكثر من الوضع الحالي اللي إحنا شايفينه النهارده، إن الشعوب بتستسلم للأوضاع اللي هي بتعيش فيها. لابد للشعوب إن هي تعي بحقوقها بشكل أفضل من الوضع الحالي، ولا تستسلم وتدافع عن حقوقها بشكل يعني يوصلها في لحظة ما إلى تحقيق هذه الحقوق. نعم، أشكرك جزيلا الناشط الحقوقي المتخصص في شؤون اللاجئين السيد سامي عبد المنعم.